وتركيا تشوفها مجموعات متوازنة اليوم للفرق السعودية؟ شوف، أنا ممكن أفصلها بهذه الطريقة. ممكن أقول هي المجموعة الأسهل بالنسبة للهلال اليوم. لما تتكلم عن شباب أهلي دبي من 3 سنين وهو في نزول واضح، يعني حتى اللي في الملحق موجودين مع الهلال، يعني فريق هندي وفريق بحريني، يعني ما هي المجموعة. هي بالنسبة لحامل اللقب هو من الآن هو متصدر المجموعة في رأيي أنا، لكن ما تدري في النهاية كرة قدم. الأصعب بالنسبة للنصر، يعني اليوم النصر لما يتواجد مع السد اللي كان سبب في خروجه من دور الثمانية من البطولة الماضية، تتحدث أيضا عن اللي بيلعبون في الملحق. يعني لو تأهل العين بالذات الإماراتي راح تكون أنا في نظري المجموعة الحديدية والمجموعة الأقوى. بالنسبة للتعاون يعني متوسطة، يعني لا هي المجموعة الضعيفة ولا هي المجموعة السهلة. إجمالا أقول بأنه الأهلي لسه حينتظر يعني الملحق وأمور كثيرة. إجمالا أقول بأنه يعني وجود 4 أندية سعودية تشارك في دوري أبطال آسيا يعطينا نسبة أعلى إلى أنه الهلال بطل النسخة الماضية، أنه إن شاء الله يكون بطل النسخة الجاية أيضا فريق سعودي. طيب.